طيب ياسمين، قبل قليل ذكرت بأن هناك الكثير كان يتسابق من أجل الظهور معك عبر الشاشة، وحتى أنك كنت تعلمينهم كيف يقفون وراء الكاميرات. صح، هل كنت تقصدين هذا الشخص؟ شوف، كاين من الأشياء نحكي لك واحد الحاجة أيمن. قبل هذه الحكاية أريد الإجابة بنعم أو لا، هل كنت تقصدين هذا الشخص؟ من بينهم. طيب، من بينهم، لأنه الكثير، ما هذا الشخص كان يعني حاد، معروف عليه في هذه القناة أنه كان مستحيل أنه يقدموا أمامي بخطوتين في التقديم، كان احتكار خطوتين في التقديم، ما يقربوش قدامي، يعني كان محتكرني. حتى ولو يحاول أي إعلامي ولا إعلامية يقدم معايا، يعمل المستحيل أنه ما نقدمش معاهم. ولو انا في الكواليس، كاين اللي شفتها امامي وجيتي شوكي، وكاين اللي في الكواليس وراو لي وشفت لي ميساجيتو جيتي شوكي على سي بوين. وهذه الكلمه كان... ومن مصادر مقربه لك علمت بانك تمتلكين كل الادله، ربما فيديوهات، صور، وحتى تسجيلات صوتيه، كل شيء لكنك ترفضين نشرهم احتراما لوالده هذا الشخص. صح. شوف، انا كاين واحد الحاجه اسمها الملح، كاين الملح بعضانا. دونك انا انسانه نقدر الوالده كيما انا والدتي نقدرها بزاف، انا مش حابه الوالده تاعو يغمى عليها. خلي كلش في الهاتف احسن. اذا هي في العلبه السوداء، الصندوق الاسود، قاتله جدا تهدد مشواره، ربما أكثر المهني أكثر.